كابتن اسامه، لو طبعا اتكلمنا عن مباراه الوداد والبطوله الافريقيه، طبعا كلنا لينا ذكريات مع البطوله الافريقيه. ما فيش شك، كل اللي موجودين انت ليك تاريخ كبير جدا جدا مع البطوله الافريقيه. كابتن اسامه مظبوط، قول لنا ذكرياتك مع البطوله الافريقيه. البطولات الافريقيه بالنسبه لي ابتدت سنه 82. كنت متواجد في الفريق؟ كنت متواجد في الفريق بس مش ما كنتش مقيد افريقيا، لان القيد كان مرحله واحده بس، ما فيش مرحله اللي هي الثانيه. ايوه مظبوط. فاللي بيقيد السنه الموسم اللي بيتلعب القديم ما بيشترك، ما بيشتركش. فكنت متواجد في اجواء الاول بطوله النادي الاهلي خدها، ولكن ما شاركتش في اي ماتش زي ما قلت لك، ما كنتش متأيد. لكن من سنه 83 ابتديت العب، اللي هي البطوله اللي طبعا 82 كسبناها مع شانتي كوتوكو، ثم 83 خسرناها مع شانتي كوتوكو، وشاركت بقى في كل البطولات لغايه 99. الحمد لله، يعني كل البطولات اللي النادي الاهلي كان فيها خد نادي القرن انا كنت مشارك فيها، سواء اللي احنا حصلنا عليها او اللي خرجنا من ادوار، مثلا زي النهائي في 83 او في دوري مجموعات او قبل نهائي او كده. واخد الحمد لله 5 بطولات افريقيه مع النادي، 4 كلها دوري ابطال افريقيا، ولا واحده ابطال افريقيا واربعه كؤوس. انت عارف ان احنا كابتن صالح الله يرحمه كان 3 سنين او 4 سنين خد قرار من 93 لغايه 98 ما شاركناش في بطوله افريقيا، فدي برضو يعني خلتنا اخد بطوله ابطال الكاس اكتر. وبعد كده بقى وانا مساعد مدرب مع مستر مانويل جوزيه برضو خدت بطوله افريقيا والسوبر الافريقي، يعني وانا مدرب برضو خدت البطوله 2001 والسوبر الافريقي بعد كده. ايه اغلى بطوله وانت لاعب واغلى بطوله وانت مدرب، او اصعب بطوله يعني كان فيها يعني صعوبات كتير جدا وما كنتش متوقع ان احنا نكسب البطوله دي؟ في بطوله اللي هي شهيره، يعني كنا احنا والزمالك وكوتوكو افريكا سبورت في مجموعه واحده 87، او في الدور القبل النهائي يعني. وصلنا احنا ولعبنا النهائي الهلال السوداني، انت يمكن ايمن جاي فيها جون لا كابتن الخطيب اعتزل فيها 87. لكن قبليها الزمالك كان بيلعب مع كوتوكو وكسب هنا 2-0، واحنا كنا بنلعب مع افريكا سبورت وخسرنا هناك 2-0، وكل جماهير مصر توقعت ان الزمالك هو اللي هيبقى في النهائي وان احنا خارجين. مظبوط. حصل ان الزمالك اتغلب في كوماسي في كوتوكو 5 وخرج، واحنا كسبنا هنا 2-0 على ما يوب جاب جون الثاني في الثانيه الاخيره ولعبنا ضربات جزاء وكسبنا. انت كابتن ايمن؟ ما اعرفش، عارف انا ايمن اللي عمله له. ايمن ومحمد سعد اللي عمله. لا لا محمد سعد اداني وفي ايوه. وبعد كده لعبنا طبعا الهلال السوداني 87 اللي هو النهائي، وكسبنا تعادلنا هناك وكسبنا في القاهره 2-0. كانت صعبه جدا في القاهره. ايمن شوقي ومين؟ لا ومين الثاني؟ جمال الثعلب اللي هو السيد ايوه وجمال الثعلب. ايوه طب قول بقى، انا اللي كنت مشارك معاه فيها وانت طاهر ابو زيد رفعها لي وانا مشارك معاه وحطها في لك ليه؟ طاهر ابو زيد والله رفع لك ليه؟ عشان كنت تلعب بدماغك ورفعها للثعلب. للثعلب. وانت جبت الهدف الثاني وكسبنا 2-0 والحمد لله خدنا البطوله. طبعا اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب. ايوه كانت اخر مباراه للكابتن محمود الخطيب، نزل عمل ربع ساعه مظبوط مظبوط. و يعني بطولات كتيره كانت صعبه، طبعا البطوله اللي الكابتن عادل هو مش عايز اتكلم 93 مش هتكلم هو يتكلم عنها، هو اللي يتكلم عنها. وطبعا مواقف كتيره بقى حلوه وصعبه، وبطولات خدناها وبطولات خسرناها، لكن الحمد لله يعني شاركت عدد كبير في المباريات والبطولات الحمد لله يعني.